منزل محمد هنيدي يتعرض لحريق مفاجئ استطاع السيطرة عليه في بدايته. انفجار في التكييف كان السبب في حدوث هذا الحريق. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل حريق منزل محمد هنيدي. فاجأ محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصور من حريق مفاجئ نشب في منزله، وظهر في الصورة التكييف وهو متفحم والحائط تحول لونه للأسود. وعلق هنيدي على الصور قائلاً: الحمد لله بيتي ولع فجأة، بس الحمد لله إنه ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وجات على قد كده ولحقناها بدري. كشف هنيدي سر الحريق في تصريحات صحفية وأكد أن الحريق نشب في المنزل بسبب انفجار في التكييف، وبعدها بفترة قصيرة شم رائحة الحريق واستطاع السيطرة عليه في بدايته. وأكد هنيدي أن جميع أفراد أسرته بخير ولم تحدث أي إصابات. تفاعل جمهور محمد هنيدي مع الصور وعلقوا بشكل إيجابي على الصور، وحرص الكثير منهم على الاطمئنان على أسرته. محمد هنيدي من أكثر النجوم المتفاعلين على السوشيال ميديا، فيشارك متابعيه بالكثير من الصور من حياته الخاصة، بالإضافة إلى تعليقاته الكوميدية على العديد من المواقف التي تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا. ومن أبرز المواقف التي علق عليها هو ظهور النجم الأمريكي ويل سميث بوزن زائد، ونصحه بارتداء بدلته في فول الصين العظيم ليظهر بجسم ممشوق. محمد هنيدي متزوج من السيدة عبير الأسعد منذ سنوات طويلة، وتميزت حياتهما بالهدوء والاستقرار بعيداً عن صخب السوشيال ميديا. وكان هنيدي قد تعرف عليها في أحد المناسبات الاجتماعية وأعجب بها، وخلال فترة قصيرة جداً كان تعرف عليها وتطورت علاقتهما سريعاً وتم عقد القران. رفض هنيدي عمل زوجته وطلب منها التفرغ لرعاية أسرتها على الرغم من دراستها للسياحة والفنادق، وبالفعل وافقت على طلبه وتفرغت لمنزلها وأنجبت أبناءها الثلاثة أحمد وفاطمة وفريدة. وطوال حياتهما لم تظهر معه إلا مرات قليلة في المناسبات العامة.